انا بوجه كلمه شكر للاعيبه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، بقول لهم انتوا ابطال وشرفتونا، واللاعيبه الدوليين كنتوا قدها وقدود، وكمان بطالب النادي الاهلي بال11 وال12 وال13. الاهلي النادي الاهلي ما بيوقفش عند بطوله ويقول الحمد لله. انا طبعا بقول للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، لاعيبه النادي الاهلي رجاله، واحنا اتعودنا منهم ان هم رجاله وعودونا دايما على البطوله، ودايما ان احنا منتظرين منهم الكتير والكتير. هو جمهور الاهلي طماع وعايز بعد البطوله بطوله، وعايز دايما دايما المركز الاول، المركز الثاني دي خساره. بنشكر النادي الاهلي على البطولات، مش بطوله واحده، هو نادي البطولات ده طبعا، واحنا ما عندناش اي شك في اي وقت من الاوقات ان النادي الاهلي يخذلنا في اي وقت. والشكر الخاص للكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره واللاعبين والجميع يعني. بنقدم كل الدعم والشكر لكل لعيبه النادي الاهلي، وبنقول لهم معاك يا اهلي على طول، احنا مستنيين النجمه ال11 ان شاء الله، وترجعوا لنا بالف سلامه. طبعا احنا بنهني النادي الاهلي وبنتمنى له التوفيق في الماتش اللي جاي ان شاء الله، وتبقى دي البطوله ال11 لنا، واحنا طبعا معاك يا اهلي على طول، واحنا في ظهر النادي الاهلي، واثقين في مجلس الاداره، واثقين في اللعيبه، واثقين في الجهاز الفني، وما تبصوش لاي حاجه بتقال لكم، انتوا تالت العالم، انتوا احسن فريق في افريقيا، انتوا احسن فريق في مصر، انتوا احسن لعيبه، وان شاء الله نكسب البطوله ال11، وان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. ربنا يوفق النادي الاهلي ونجيب البطوله ال11 باذن الله.